المتابعين والمشاهدين والمشاركين بأن انطلاقة الفترة المسائية في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم، فأنتم مع أشواط الرموز، رموز الإنتاج ورموز أشواطنا المفتوحة لسن الحقائق. كما أيضا ننوع عناية الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى من كل الشوط، عليهم التوجه مباشرة إلى موقع الفحص أيضا للتأكد أيضا من عينات مطاياهم والتوقيع على نماذج الفحص المرصودة هناك في لجنة الفحص. شكرا أيضا اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق على حسن التنظيم الأكثر من رائع. شكرا للجميع، شكرا لكل المتابعين، شكرا لكل المشاركين. يتواصل الزميل حمد بن طويرش الوهيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا الحبسي، بسم الله وعلى بركة الله. تنطلق هذه الأسماء وتنطلق هذه الأشواط، شوط يتلوه آخر، وأيضا مسيرة ومدفع قوي ينطلق على البركة والتوفيق، حاملا في طياته شعارات أبناء القبائل الخليجية المختلفة مباشرة إلى المركز الأول وإلى صدارة الشوط. الحذرة لعيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، تفتتح الإذاعة بهذه المسيرة وبهذا الشعار العملاق. المركز الثاني والزاوية الأخرى أيضا جمرة حمد بن سيف بن حميد الشامسي مع المركز الآن الثاني والدور دور المركز الثالث. المركز الثالث قدمنا أخو يوسف لكي نتمكن من ملاحقة الأسماء المتدخلة والضاغطة والمنتقلة والمتسللة. الوصول الكبير أيضا من شواهين محمد بن سويدان بن عبيد العامري مع الوصول المميز، بينما الدخول الكبير الدخول الرائع والمميز من جبار عبد الله بن سعيد بن عبد الله المهيري الواصلة والمنطلقة. وأرى الشعار الواصل والمنطلق بهذا اللون وبهذا الجمال، شواهين محمد بن سلطان بن محمد العرياني الواصل والمنطلق مع المركز السادس أو المركز الخامس، بينما الدخول والتسلل من سلاب سالم بن محمد بن مخيت المري الواصل والمنطلق أحد ضيوفنا الكرام، بينما الوصول والانطلاق من غزر نادر بن سالم بن الورع العامري مع المركز الآن الواصل والمنطلق السابع، وفي المركز الثامن دخول وتسلل من محبة نصيب سالم بن أحمد بن الويع العامري، وصولها وانتقالتها رائعة وانفراد. وصلت عبد الله بن ناصر بن سعيد بن سالم العامري مع انفرادا مميز يا العامري. والمركز العاشر المركز العاشر الدخول أيضا من مغثة علي بن محمد بن حمد الغفراني المري الواصل والمنطلق. هذه هي نداءاتنا للمراكز الأولى المتقدمة، وكادر من قبل ياس لهذا الطاقم الإعلامي الرائع المميز الناقل والمتابع لكل الحركات وكل أيضا المداخلات والمشاكسات ما بين هذه الإبكار لانتزاع الناموس. يا سلام، المركز الأول والصدارة انفراد وصلت وهي تحمل واحد والرقم واحد والكادر واحد وفاله إن شاء الله واحد على واحد. الله 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 يا العامري الله. عبد الله بن ناصر بن سعيد بن سالم العامري مع انفراد يا سلام. المركز الثاني شواهين محمد بن سلطان بن محمد العرياني مع المركز الثاني، والطيار الوثبي يا سلام مع المركز الثالث. الكيلو المتر النهائي يا اخواني، كيلو ما تبقى فقط عن الناموس، عن التهاني، عن السلامات، عن الذهب. يا سلام، المركز الثالث شواهين محمد بن سلطان بن محمد العرياني، وفي المركز الرابع الوصول من سلابة سالم بن محمد بن بخيت أيضا المري الواصل والمنطلق مع رابع الأسماء. أرى دخول كبير، أرى دخول خالد بن سعود بن نايف بن حثلين الواصل مع جور بن حثلين الواصل والمنطلق. يا سلام، ملك من أبناء المملكة العربية السعودية الشقيقة بهذه المداخلة الكبيرة، بينما الشاهنية محمد بن حمد بن سالم
الدرعي واصل ومنطلق، يا سلام يا راعي حير، دخول ايضا دخول وتسلل من مطلة محسن بن علي بن مبارك بسالم الفراج ايضا، ولكن اعود مع انفراد اصمتي اثبتي تقدمي، يا سلام الخطورة قادمة، الخطورة من الشاهينية قادمة، انفراد لا زالت والشاهينية يا سلام، والمحاولات من طيار الوثبة من محبة يا سلام، والاسماء الكبيرة هناك الحذرة مع الطيار، ولكن خلاص انفراد يا سلام، الشاهينية انفراد مع الناموس، انفراد مع الذهب، انفراد مع التهاني، سلام يا سلام، بسم الله ما شاء الله، ظلت حتى خط النهاية مع هذا الفوز ومع هذا الانتصار، انفراد عبد الله بن ناصر بن سعيد بن سالم العامري مع المركز الأول، المركز الثاني الشاهينية محمد بن حمد بن سالم العقد حير العامري، المركز الثالث مع الوصول مع الحذر عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، وفي المركز الرابع كان دخول الرائعة مع سحابة محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة المري، وفي المركز الخامس الوصول والتقدم أيضا من قبل مطلة محسن بن علي بن مبارك بن فراج المري. 6 دقائق 5 ثواني جزءا واحدا من الثواني، تهانينا والناموس لمالك انفراد عبد الله بن ناصر بن سعيد بن سالم العامري، وفي المركز الثاني حيث كانت العروض رائعه ومميزه من قبل الشاهينيه، التهنئه للسيد محمد بن حمد بن سالم الدرعي. 6 دقائق 5 ثواني 3 اجزاء من الثواني، حظا كبيرا مرافقا للثلاث المراكز الاولى المتقدمه مع الحذره مع المركز الثالث والطيار القادم بكل قوه عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، والتوقيت الزمني 6 دقائق مشاهدينا متابعينا الاعزاء 5 ثواني 9 اجزاء من الثواني، تهانينا والناموس على هذا.